يا سلطان، عارف الرجاله ولا بقينا من الحريم طوالي؟ ولا احنا فاخر الزمان ولا ايه؟ ومن ناحيه ان احنا فاخر الزمان فاحنا فاخر الزمان. بالنسبه ان المفروض كنت اقول للرجاله، فكان اولى للرجاله انها تقول لي وانا في الحبس ان انتوا هتطلقوها مني وهتهدوها الغفران عشان تامنوا منه. ولا ايه يا حسين؟ مش جايز كنت بأمن منك انت وبطلقها من طاغوت مؤذي حاكم على روحه بالكبر؟ اقول لك ايه، انا فرحي دلوقتي وعايز انبسط، ومش هدخل معاك في ماضي غيرته على كيفي. مش وقتك يا حسين. وبعدين اتبسط، فاضل لك كام نفس افرح بيهم، حكم الانفاس الاخيره دي هتعرف قيمتها بعدين. ما تهدى على نفسك، امال مالكش صالح بحسيب؟ خلي كلامك معايا بدل ما نفرج الناس علينا وسط الفرح.